عيد ميلاد وسط الأنقاض وإلغاء احتفالات بيت لحم، ده كان العنوان الأبرز في أغلب الصحف الإعلامية، واللي اتكلمت عن إلغاء احتفالات عيد الميلاد هذا العام وعدم وجود السياح والحجاج اللي كانوا بيحتشدوا عادة في ساحة المهد. خلينا نستعرض في جولة كده أو نستعرض جولة في الصحافة العالمية المشهد اللي تنقلته وسائل الإعلام. معانا على تليفون أميرة سيد، صحفية بجريدة الإيجيبشن جازات. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. خلينا نبتدي مع بعض على طول من الديلي ميل تحت عنوان الليلة قلوبنا في بيت لحم. البابا فرانسيس بيناشد السلام خلال قداس عشية عيد الميلاد وبيستنكر منطق الحرب العقيم مع احتدام الصراع في غزة. خلينا نعرف أبرز رسائل بابا الفاتيكان في خطبته. الحقيقة أنه الشعب الفلسطيني بيعيش أحلك وأصعب الأوقات، خصوصا جراء الاعتداء الإسرائيلي اللي بيستمر للشهر الثالث على التوالي. وبالتالي كما أشرت حضرتك أنه مثل هذه الاعتداءات والأوضاع المأساوية في فلسطين ألقت بظلالها على احتفالات عيد الميلاد بشكل عام ورسالة بابا الفاتيكان بشكل خاص، وحيث وجه عدة رسائل طبعا هامة خلال قداس منتصف الليل في كاتدرائية القديس بطرس، وكان بحضور حوالي أكثر من 6000 شخص. الحقيقة أنه البابا فرانسيس بشكل واضح أكد رفضه التام لمنطق الحرب العقيم وتلاحم الأسلحة، وأكد أنه ده بيتناقض مع رسالة السلام، وأن أمير السلام يرفض منطق هذا الحرب وتلاحم الأسلحة. الحقيقة أنه مثل هذه الرسائل بتأتي اتفاقا مع ما دعا إليه البابا فرانسيس خلال الأيام الماضية، حيث دعا إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وأكد أن سكان الأرض التي ولد وعاش فيها المسيح يعيشون الآن عيد الميلاد في ألم وحداد، وأكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. حقيقة كمان أنه في خطبته الأخيرة عيشية عيد الميلاد أكد البابا فرانسيس على ضرورة تأسيس مبدأ العدالة، وأن العدالة لا تتحقق من خلال يعني إظهار القوة، وأن الله يتسم بالقرب والمحبة والحنان، فلا بد ايضا من ان ينعم شعب هذه الارض المقدسه بهذا السلام. بالتاكيد كانت رسائل واضحه، وفي ظل ايضا الاعتداءات الاسرائيليه المتواليه على قطاع غزه. طيب هنروح مع حضرتك للتايمز البريطانيه تحت عنوان العام في الرسوم الكاريكاتيريه من قطع غيار الامير هاري الى قضايا ترامب. لو تكلمين حضرتك عن اهم احداث الكاريكاتير في رسوم التايمز. الحقيقه في الكاريكاتير ده هو حاول انه يسلط الضوء على ابرز الاحداث اللي حصلت خلال عام 2023 كما هو موضح من العنوان، اشار الى الكتاب الذي او المذكرات التي اطلقها الامير هاري تحت عنوان سير او الاحتياطي، وتحدث فيها عن العديد من الاسرار التي اثارت جدل واسع خلال الفتره الماضيه، يعني على سبيل المثال الحصر، خلافه مع العائله الملكيه، ايضا ابرز معلومات عن خدمته العسكريه في افغانستان، ايضا العنوان اشار الى القضايا التي تواجه الان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وهي ايضا يعني من الامور التي لاقت تغطيه اعلاميه واسعه النطاق، حيث يواجه عده تهم منها الاحتيال والتربح خلال فتره توليه الرئاسه، وايضا محاولات تغيير نتيجه الانتخابات الرئاسيه لعام 2020. الحقيقه الى جانب هذين الخبرين هو ايضا الرسوم الكاريكاتوريه اشارت الى عدد من التغيرات السياسيه في بريطانيا، فاشار ايضا الى عوده رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الى المشهد السياسي من خلال بوابه السياسه الخارجيه، وكان ايضا هذا الامر مثير الى الجدل. كان ديفيد كاميرون هو رئيس الوزراء البريطاني يعني لفتره حوالي من 2011 ل 2016، والان عاد الى المشهد مره اخرى. كمان تناول الحدث الابرز وهو تزويج الملك تشارلز الثالث، وكانت هذه الاحتفاليه طبعا الاولى من نوعها منذ 70 عاما في بريطانيا، وذلك عقب وفاه الملكه اليزابيث. الرسوم الكاريكاتوريه ايضا تطرقت الى ما يحدث من ضحايا الحروب، تطرق الى الازمه الاوكرانيه الروسيه، وايضا ما يحدث الان في قطاع غزه. طيب خلينا نتحول للديلي تيليجراف، والتليجراف البريطانية بتقول مراجعة العام 2023. العنوان كان بيقول 2023 لم تكن كارثة بالكامل، 14 حدث هام خلالها. لو تكلمنا عن أبرز حصاد العام من وجهة نظر الديلي تيليجراف.
الحقيقه انه كان في احداث مشتركه، يعني القضايا والاتهامات الموجهه للرئيس الامريكي دونالد ترامب، ايضا مذكرات الامير هاري كانت من ضمن الاحداث الابرز والتي سلطت عليها التلغراف الضوء. لكن كمان كان هناك بعض الاحداث اللي كانت يعني اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، يعني مثلا اختفاء السيده نيكولا بوني، واللي كان هناك عديد من الأسئلة حول أسباب اختفائها. كمان تناول عدة أحداث مأساوية أخرى، يعني الزلازل التي حدثت على الحدود السورية التركية كانت أيضا ضمن الأحداث الأبرز والتي سلطت عليها تلغراف الضوء. كان هناك أحداث أخرى فنية على سبيل المثال ألقت الضوء على أن هناك أول ممثلة آسيوية كانت تفوز بجائزة أوسكار هذا العام، ايضا سلطت الضوء على ان الهند الان تجاوزت الصين من حيث عدد السكان. ايضا موضوع التغيرات المناخيه كانت محل اهتمام التلغراف ضمن الاحداث الابرز، فاكد ان شهر يونيو كان هو يعني الشهر الاكثر حراره في تاريخ بريطانيا، واشار ايضا الى الحرائق الغابات التي حدثت في اليونان في الجزائر وغير ذلك من تبعات التغير المناخي. كان هناك ايضا بعض الاخبار يعني الطريفه، مثل ان نيويورك اعلنت لاول مره عن تعيين مسؤوله لمكافحه الفئران، كانت من الاحداث ايضا التي لاقت رواجا. كان ايضا تعامل بريطانيا مع ازمه كورونا من ضمن الاحداث التي تم تسليط عليها الضوء، لانه التلغراف اعلنت انه حصلت على اكثر من 100,000 رساله بتؤكد ان وزير الصحه الاسبق البريطاني هانكوك اخطا في اجراءات الإجراءات الوقائية لأزمة كورونا. مثلا أنه كان يرفض إجراء اختبارات المتعلقة بكورونا للنزلاء في دور الرعاية، كانت أيضا هذه قضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. فكان هناك العديد يعني من الأحداث سواء كانت سياسية أو اجتماعية التي سلطت عليها التلغراف الضوء خلال هذا العام. طيب أستاذة أميرة، يعني مصر دائما ما تواجه تحديات وتهديدات كثيرة على الحدود من الخارج، وإحنا دلوقتي بنشوف طبعا نتيجة ما يحدث في قطاع غزة. لو هنروح لبي بي سي ومن ذكرى عيد النصر على العدوان الثلاثي، بتكشف عن وثائق جديدة بتؤكد أن إسرائيل وفرنسا وبريطانيا كانوا بيخططوا لأبعد من السيطرة على قناة السويس. لو حضرتك تكلمين عن هذه الوثائق وما كشفت عنه وأهميتها كمان. بالتأكيد زي ما حضرتك أشرت، الوثائق دي يمكن الإعلان عنها جاء في توقيت يعني هام للغايه، في وقت بتواجه فيه مصر عدة تحديات. هي أن الوثائق دي أعلنت بشكل واضح وصريح أن العدوان الثلاثي على مصر الهدف المعلن كان هو السيطرة على قناة السويس، ولكن كانت أهداف أخرى غير معلنة، وكانت من أهم هذه الأهداف هو تدمير مصر سياسيا واقتصاديا والإطاحة بنظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتأسيس لنظام جديد. هي انه من المعروف تاريخيا انه عندما تم تامين قناه السويس عام 1956 تحديدا في شهر يوليو، جاء هذا العدوان الثلاثي في شهر اكتوبر ردا على هذا القرار، وكان العدوان الثلاثي تحت عمليه المسمى عمليه الفارس. لكن هذه الوثائق اعلنت انه ان الاعداد للعدوان الثلاثي جاء بعد 3 أيام فقط من اعلان تامين قناه السويس، وكان بحضور قائد قوات تحالف العدوان الثلاثي. هي كمان ان المذكرات او الوثائق دي تم الاعلان عنها كشفت تفاصيل. مين نشرها يا فندم؟ مين نشر هذه الوثائق دلوقتي؟ وهذه الوثائق تابعه لوزاره الدفاع البريطانيه، واللي تم نشر عنها حاليا خلال هذه الفتره من خلال موقع بي بي سي، وايضا تناولتها عدد من المواقع الاخباريه الاخرى. الحقيقه انه يعني عوده الى الوثائق مره اخرى، ان هي اعلنت عن تفاصيل كمان الهجوم اللي هو كان مش بس هجوم عسكري، ولكن ايضا شن حرب نفسيه، الى جانب ايضا التاثير على امدادات مياه النيل، وكانت تفاصيل ايضا للهجوم على المخططات على الاماكن الحيويه واهداف الحيويه في مصر. كمان تناولت هذه الوثائق رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما تم إعلانه أو لما ذكر في هذه الوثائق أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت سرا يعني فرنسا وبريطانيا إسرائيل من نتائج وتبعات هذا العدوان الثلاثي والهجوم العسكري على مصر، وأن هذا سوف يشعل الرأي العام ضد الدول الثلاث، فلا بد من توخي الحذر. كمان كان هناك إلقاء للضوء على رد فعل تحالف شمال الأطلسي، واللي كان عبر عن استيائه من التنسيق مع إسرائيل سرا، تنسيق البريطانيين سرا مع إسرائيل لشن هذا
العدوان الثلاثي. وده طبعا لو بيؤكد حاجه فبيؤكد ما اشرت اليه حضرتك، انه يعني على مدار تاريخ مصر دائما معرضه لعدد من المؤامرات الدوليه وتواجه العديد من تحديات الامن القومي، ولكن مصر كانت ولا زالت قادره على مواجهه هذه التحديات بالتاكيد. كل الشكر ليكي الاستاذه اميره سيد، صحفيه بجريده الايجيبشن جازيت، شكرا جزيلا لحضرتك.